يسأل أحسن الله إليكم عن العمرة لشخص لا يستطيع العمرة. العمرة لشخص لا يستطيع العمرة، يريد أن يعتمر عن شخص لا يستطيع العمرة. إذا كان عمرة الإسلام وهو لا يستطيع مطلقة، لا في الحال ولا في المستقبل، وهو ما يسمى بالمريض المزمن أو بالكبير الهرم الذي لا يتوقع منه أنه يعتمر أو يحج المستقبل، هذا ينيب من يحج ويعتمر عنه. أما مسألة العمرة السنة أو الحج السنة، فالحي لا يناب عنه، لأن الحمد لله الأمر واسع في هذا. نعم، لا يناب عنه، ولم يرد أن الحي يناب عنه في الحج والعمرة، إنما ورد هذا عن الميت ولا عن العاجز عجزا مستمرا، هذا الذي ورد به الدليل. نعم.